بعدنا بنقاش العناصر تبع الراندومايز كنترول ترايل، اللي هي بنحكي اليوم عن الراندومايزيشن. الراندومايزيشن معناها التوزيع العشوائي للمرضى بين مجموعتين اي وبين الذراعين اللي بياخذوا الانترفنشن والذراع الكنترول. غايه التوزيع العشوائي هو يكون في تقسيم عشوائي متجانس للمجموعتين بالنسبه للكونفاوندينج فاكتور، العناصر المضلله اللي حكينا عنها بالسابق. بالار سي تي عموما العناصر المضلله او عوامل المضلله الخفيه بتكون متوزعه بشكل عشوائي، وبالتالي ما بيكوننا خايفانين بانه في عنصر موجود بمجموعه اكثر من مجموعه. العشوائيه بتضمن انه يكون التوزيع متجانس، خاصه لما بيكون العدد العدد اللي بيشارك بالمجموعه كبير. لذلك كل ما كان حجم المجموعه اكبر كل ما كانت مصداقيتها اعلى. الشغله الثانيه هو سيلكشن باياس، اللي هو الانحياز اللي بيقوم فيه الطبيب لما بيختار مريض بمجموعه مقابل مجموعه. يعني انا لو انا الطبيب المعالج وعرفان انه هذا الدواء جديد هيعمل فرق بالنتائج، فانا بختار المرضى اللي بهواهم، المرضى اللي بحبهم، المرضى اللي بحس انه الدواء حيفيدهم. وبالتالي هذا مثلا المرضى المتعبين او المزعجين او اللي بحس انه هذول فيهم مشاكل ببعدهم عن الذراع الثاني على الكنترول. بالمقابل لو انا ماني مؤمن بالدواء بعمل العكس، المرضى الخفيفين السهلين ببعدهم على ذراع الكنترول، المرضى الصعبين بختارهم لذراع الانترفنشن. الراندومايزيشن بتمنع السيلكشن باياس وبتمنع الكونفاوندينج فاكتور، بتمنع بتخلي التوزيع متجانس بين المجموعتين. من المصطلحات اللي لازم نعرفها مثلا الالوكيشن كونسيلمنت، اللي معناتها هي اخفاء التوزيع. بهي المعنى بتجي الالوكيشن هو توزيع المريض على اي ذراع، الكونسيلمنت هي الاخفاء. هذا معناته انه الشخص اللي بيوزع المرضى على المجموعتين او على اي ذراعين ما بيعرف شو هو الاوبشن اللي جاي. يعني كيف بدي اقول لكم اياها، انا عندي انا ظروف، كل ظرف فيه ذراع. مثلا انا بختار المرضى عشوائيا، المريض الجاي يفترض يروح على ذراع A او ذراع B، ذراع الانترفنشن او ذراع الكنترول. انا ما بعرف شو الاوبشن عم اعطيه، انا بعطيه مظروف مغلق وما بعرف شو بقلبه، ما بعرف انه هو حيروح وين. يعني انا اللي عم وزع المرضى ما بعرف حالي وين عم ابعته. فهذا هو الكونسيلمنت، هذا بيزيد من دقه اللي بيمنع الكونسيلكشن باياس. من الشغلات الثانيه اللي بنحكي بالراندومايزيشن هي ستراتيفيكيشن. ستراتيفيكيشن معناتها انا لما بساعد العشوائيه تكون ادق. بمعنى اخر انا بعرف انه السكري حياثر على النتائج تبعي، وبالتالي من اول ما ابدا التجربه بقرر انه مرضى السكري ينقسموا بالتوازي بين المجموعتين، ومرضى اللي ما عندهم سكري ينقسموا بالتوازي بين المجموعتين. فانا ما بستنى الصدفه تعطيني انه السكري يطلع اعلى او اقل بمجموعه مقابل مجموعه ثانيه. المدخنين مثلا انا بعرف انه التدخين حياثر على نتائج المرضى تبعي، فانا ما بستنى الراندومايزيشن هي العشوائيه انه يطلعوا مثلا يطلع هون مثلا 60% من المرضى هون مدخنين وهنيك يطلع 40% مدخنين. لا، من الاصل لما بيجيني مرضى المدخنين بقسمهم بالنص بين المجموعتين، ولما بيجيني مرضى غير مدخنين بقسمهم بالنص بين المجموعتين. هذا اسمه ستراتيفيكيشن، وهي كثير مهمه بالنسبه لتحديد منع البياس والمحافظه على الكونفاوندينج فاكتور متوازي بين المجموعتين. صراحة هذا اللي بيخطر بالي بالراندومايزيشن، ماني حابب خوض أكثر في كثير تفاصيل فيها، ما بحس لها قيمة بالنسبة لطبيب اللي عم يقرأ بعيادته. يعني مثلا شو أنواع الراندومايزيشن وشو طرقها وكذا، هي بتفيد ربما الشخص اللي بيقوم بالبحث العلمي، والفيديوهات تبعي موجهة للشخص اللي بيقرأ البحث العلمي وليس اللي بيقوم بالبحث العلمي. نلتقي بفكرة جديدة إن شاء الله بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.